بداية الدراما الشوط الإضافي الأول. إنييستا دفاع أمامه يسدد كرة في الجول. أحلامهم للوصول إلى اللقب بدأت تتضاءل شيئا فشيئا، الآن متأخرين بهدف في مباراة حاسمة. يصحون على واقعهم بخسارة بهدف على الأقل حتى هذه اللحظة. عرض آخر، درس آخر عبد الله من برشلونة، هذه روح الفرق الكبرى وروح الانتصار. هدف في وقت قاتل يقربون من فريقهم الانتصار بهذا الهدف. بدون شك عصام، أعتقد أنهم في أي لحظة يستطيعون تسجيل الانتصار، ولكن في هذه الأمسية جاء هدف الحسم متأخر بالنسبة للبرسا. كانت على وشك أن تضيع بارتطامها في العارضة، أليس كذلك؟ ما أروع افتكاك الكرة هذه. وصل فرصة الهدف، يا لها من لحظة. التعادل في نهائي وفاينل كأس البريمير يشحن الزوسبيرك من أجل الأفضل، من أجل اللقب، من أجل الذهب بعد التعب. عصام لا أخفيك بأن اعتقدت للحظة أن نهائي كأس البريمير قد انتهى بفارق الهدف، ولكن الآن نشهد هدف التعادل، ولذلك المباراة من الصعب أن نتحدث عنها أو نتكهن فيها لمن تذهب. لاعب بايرن ميونخ يرتكب خطأ. وجماهير حماسية جدا اليوم تشجع الفريق ولا تتوقف عن ذلك. بصراحة عصام، جماهير بايرن إذا كانت ستستمر بهذا الحضور الرائع اللي هي عليه الآن في المدرجات، أعتقد أنها تقدم فريقا للانتصار. كرة يتمكن منها الحارس بكل سهولة، توقعتها هدف لكنه أنقذ الموقف. ليو ميسي توماس مولر إنييستا لويس سواريز في وقت صعب من زمن المباراة، استخلاص كرة بدون فاول ممتاز. كرة عرضية لميسي الخطير. آخر ربع ساعة في المباراة، الوقت الإضافي الثاني يبدأ الآن. توماس مولر ليو ميسي داني ألفيش مازال بضع وقت لتحقيق الانتصار في هذه المباراة المتكافية والمتعادلة. ليو ميسي، شوفوا هنا التسلل الموجود كان صحيح. دافيد ألابا، تماس جديد في الماتش. ليو ميسي
مازالت 5 دقائق للفصل بين الفريقين. صراع ثنائي كبير على الكرة. لحظات ويتنفذ التماس. داني ألفيش. شابي ألونسو. فيليب لام. توماس مولر. تبعد مرة أولى لكن ما زالت هدف. النتيجة باتت لصالحهم الآن في نهائي الكأس. هذا هو الموعد مع التاريخ. هذا موعد مع التاريخ كبير جدا. الفريق الآن يقترب بخطوات واثقة نحو البطولة. أمامكم هدف لبايرن ميونخ. من الصعب جدا على حارس المرمى أن ينقض مرة أخرى على الكرة، لذلك قام بالتصدي في المرة الأولى، ولكن في المرة الثانية عليه أن يرى الكرة تسكن شباكه. مازال سكور ضد البرشا. فرصة أخيرة لتغيير واقع المباراة. هنا اللاعب ملقى على أرضية الميدان حذاري من التمزق العضلي. أظن قرار الحارس بالخروج من منطقة الجزاء لإرجاع الكرة كان قرار جريء وشجاع. بالفعل عصام أتفق معك، قرار في غاية الجرأة والشجاعة. حكم المباراة يطلق صافرة الانتهاء بعد مباراة صعبة ومثيرة. إذا نهاية موسم عبد الله مثيرة جدا، يظهر لي يستاهل اللقب واستحقوا هذا التتويج. بالفعل زميلي عصام، نهاية استحقوا عملوا لأجل هذه البطولة وهم أحق من غيرهم فيها.